يعني صوفي عنده غلو كبير سوداني، فيقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم يوميا بعد العصر يتجول في شوارع الخرطوم، يقسم بالله. كيف؟ قال إيش كيف يعني؟ ربنا شاء ذلك، أليس الله على كل شيء قدير؟ الله قادر أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعد العصر يوميا في شوارع الخرطوم، ها؟ وهكذا يقول. طيب يعني لماذا ما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم العصر إلا في شوارع الخرطوم؟ قال لأن السودانيين ناس طيبين ويكثرون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل المسلمين يكثرون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بس أنتم طيبين. لكن هؤلاء سبحانه كذابون. يقول أخي بمشيئة الله، صحيح لو شاء الله لفعل، لكن ما دليلكم أن الله شاء أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم العصر بعد العصر كل يوم في شوارع الخرطوم؟ هذا كذب، ما تعلم مشيئة الله عز وجل. لو الله جل وعلا شاء ذلك لأخبرنا الله في كتابه، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، مو تأتي أنت وتقول كذا. ونذكر أيضا استمعت إلى مقطع واحد أيضا دجال يضحك على الناس أيضا في السودان أو في دولة أفريقية، اسمه الشيخ خليفة، ويقول أنه زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وقال يا شيخ خليفة. قال والله، قال يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ والله ما قال يا خليفة بل قال يا شيخ خليفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا أبا بكر، كان يقول يا عمر، يا عثمان، ها؟ لكن هذا خليفة ما قال يا خليفة، قال والله ما قال لي خليفة، إيش قال لي؟ يا شيخ خليفة. يعني كذاب أشر. فنسأل الله العافية، نسأل الله. الله يقول في كتاب إنك ميت وإنهم ميت، يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات وقلت انقلبت على أعقابكم. صحابة حصل فتن كبيرة في حياتهم، ما خرج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلمهم. وبعضهم يقول أنه زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده من القبر وصافح الشيخ، ويقسم بالله على ذلك. وهذا إيش؟ السيد الرفاعي صاحب الطريقة، فصافح النبي عليه الصلاة والسلام وقبله يده. فيقول أن يعني أن يدا صافحت يد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلتها لا يمكن أن تمسها النار. طيب، ومن صافح يدا صافحت يد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها لن يدخل النار. ومن صافح يدا صافحت يدا من صافح النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه. وهكذا من شيخ لشيخ ومن شيخ، وكل واحد قبله أيدي، لأن أنا قبلت يد شيخي الذي قبل يد شيخه، الشيخ الذي قبل يد الشيخ، الشيخ الذي آخر أول واحد قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم اللي طلعت له إيش من القبر. يعني كفر ما بعده كفر، كذب على الله ورسوله. من قال لك بأنك خرج النبي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده لك؟ من يقول هذا الكلام؟ ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده للصحابة حتى يخرجها لكم. ثم من قال لك بأن من صافح النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل، لا تمسه النار؟ ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض المنافقين. من قال لك بأن أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما في حياته قط صافح النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعمه هو الذي رباه. كلام باطل يضحكون فيه على السذج من العوام. كان لنا دكتور درسنا في الجامعة، قال فيه شيخ صوفي يحدث المسجد، فيقول إنه اشترى سمكة، ولي اشترى سمكة، فأتى لص وسرق السمكة من يد الولي، فذهب اللص هذا وطبخ السمكة مشوي على النار، فلما مد يده للسمكة قامت السمكة هذه مشوية أكلت دراعه، فالمسجد كبر إيش؟ كبر الله أكبر. يعني لماذا؟ لأنها سمكة سمكة ولي، مسروقة من ولي، وهي مشوية أكلت دراعه، كبر المسجد. فقام واحد قال يا شيخ، يعني معقول السمكة مشوية تأكل دراع؟ قال الله طالع الناس، الله مش ربنا على كل شيء قدير؟ مش ربنا على كل شيء قدير؟ مش ربنا على كل شيء قدير؟ قال صاح المسجد كله ربنا على كل شيء قدير. لو يقول مضربوه يضربون هذا، شو انت يعني انت تشك بقدرة الله؟ الله قادر، صحيح الله قادر، يحيي العظام وهي رميم، لكن من قال لك بأن الله قد فعل هذا بتلك السمكة؟ كذب. وهذا يروج، لو الآن من يروجه واحد اشترى لحم من السوق
ووافق صلاة فدخل المسجد فصلى، ثم رجع البيت يطبخ هذا اللحم، يطبخ بالساعات لم يستوي. راح سأل شيخ، قال أنت لما جئت من السوق أين ذهب؟ قال دخلت المسجد صليت. قال خلاص، ما دام أنت حضرت عند الشيخ فلان وصليت في مسجده فالنار لا تمس جسدا إيش دخل المسجد الشيخ الفلاني، يعني وهذه قطعة اللحم دخلت، يعني معنى هذا إيش؟ كل هالناس اللي يدخلوا عنده في الحلقة في مسجده ما تمسهم النار، حتى جهنم ما تطيقهم. يعني كله كذب على 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 الله عز وجل وعلى رسول الله وعلى المسلمين. هؤلاء لهم رواج كبير ولهم جمهور كبير، ما من مبطل يدعو إلى باطله إلا يجد من يستجيب له أبدا، أكثر من القضياني. القضياني هذا كان غبيا، لا يعرف اليمين من الشمال في نعليه، يلبس هذا مكان هذا، ولا يعرف الملح من السكر، ومع ذلك في فرقة كبيرة اسمها القضيانية. الشيطان يزين الأعمال فجعل هذا كأنه ماذا؟ يعني ولي، وأنه ادعى النبوة، واتبعه أمة كاملة فرقة اسمها ماذا؟ القضيانية. نسأل الله العافية. نعم.